ثاني وهو كفاح ونضال الطبقة السياسية، وهي المقاومة السياسية الكبيرة التي كان وراءها رجال ونساء في العديد من الأحزاب والمنظمات، ومنها وعلى رأسها حركة مجتمع السلم. لا يستطيع أحد أن ينكر، لا يستطيع أحد أن يكذب على التاريخ بأن حركة مجتمع السلم قارعت أجراس الخطر منذ 2012، وحددت في مؤتمرها في 2013 بأنها تنخرط في المقاومة السياسية، واشتغلت لوحدها ومع غيرها عبر مبادرات عديدة لتوعية الشعب الجزائري. فكانت ضد العهدة الرابعة بقوة، خرجت للشارع بقوة، وضرب قادتها في الشارع من طرف الأجهزة الأمنية لمواجهة العهدة الرابعة، وقدمت عدة مبادرات، مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي، ثم مبادرة الحرية والانتقال الديمقراطي مع العديد من الأحزاب والمنظمات الذين اتفقنا معهم، ونحن كنا محور أساسي في هذا التشكيل، حيث توجهنا إلى الأحزاب بأنه لا داعي للصراع الإيديولوجي ولا حتى للصراع السياسي، لأن ملعب المنافسة غير موجود، لأن الديمقراطية غير موجودة، وأنه يجب أن نخلق ملعب التنافس قبل، فنتفق على شيء واحد وهو الديمقراطية، وهو الانتقال الديمقراطي. كانت مبادرة مزافران الأولى والثانية التي استمرت أكثر من سنتين ونصف، ثم مبادرة التوافق الوطني، والحراك الكبير الذي قامت به حركة مجتمع السلم في كل هذه السنوات، وكذلك في الحملة الانتخابية في 2017 انتخابات تشريعية التي جاب قادتها فيها كل ولايات الوطن، بل العديد أغلب بلدية الوطن لتوعية الشعب الجزائري.